السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم رايد، مقطع جديد. قبل أن نبدأ يا جماعة الخير، الله يرضى عليكم، لايك واشتراك اشتراك، لأنه والله نمت في 300,000. الله يرضى عليك، اشترك يا بعد قلب. خلونا قبل نبدأ المقطع يا جماعة الخير، في كثير من بديت بالسوشيال ميديا في أسئلة كثير لكن ما جاوب. جاء اليوم لأجاوب على أسئلتكم، نزلت تغريدة البارح قلت اسألوني والآن بجاوب عليكم. الله يستر، والله اني انا ماني مرتاح ولا احب احد يسالني خاصه بخصوصياتي، لكن انتم تبون كذا والله عشانكم برد على اسئلتكم جميعا. بسم الله، اول سؤال يقول: ما الذي يختبئ تحت القبوع، عقل كبير ام راس لامع؟ يا حظ اللي فتشك عند الملاهي شاف ماذا تخبئ. اخ يا جماعه الخير، خلوني اقول لكم السالفه. رحت الوينترلاند مع الشيخ نايف ومع فيرفول، جاء سكيورتي شافني بدون ملامع بدون اي شيء، فتشني يا ولد، طول يفتش، سكتوه في مكتبي يا ولد، بغيب شيء داخل جسمي وايش فيه، فتش قال شيل الكاب. طبيعي اي سكيورتي قال شيل الكاب بتشيله، شيل الكاب. يوم شلته هو يضحك قال اخ الحمد لله شفت اللي انت مغيبه تحت الكاب، طلع يعرفني تابعني قهرني ورب الكابه. ما رديت عليه، رديت مشيت من القهوه، مشيت شيخ نايف وير يضحكون. ثاني شيء، اي واحد يسالني شيل الكاب والله ما شيله باذن الله. هل تسال اذا احد قال لك يا ابو وجه طويل انا من فاز ذاتك احبك؟ يعني فانز رايد المفروض تطلعني باحسن صوره، تحط لي صور والله يا قلبي نص فانزاتي كذا يحطون الصور هذه، اقسم بالله فانز المفروض تعطي صور حلوه، تعطي صوره كذا والله شكلي يقهر. وهنا سؤال من عبد العزيز يقول: هل في براسك هدف مستقبلي غير السوشيال ميديا، يعني ممكن بزنس كذا، ولا ما انت ناوي على شيء؟ والله العظيم يا جماعه الخير انه ودي صراحه، لكن ان شاء الله اني بحاول انه تجارب بشكل عام والاستثمار والشيء هذه ترى مره حلو، فممكن ان شاء الله والله اني ناوي صراحه. وهنا سؤال من محمود احمد يقول: مين اكثر شخص ساعدك ووقف جنبك علشان تدخل محمود احمد اكل حرف الدال، عشان تدخل مجال اليوتيوب واللايفات؟ طبعا اللي ساعدني ووقف جنبي واكثر واحد كشف لي هنا اخوي وصديقي عكوم، دم له تحيه بعد قلبي. لا والله انه هو اكثر واحد، والله هو من اكثر الناس، ولا قصور بالبقيه، في شبنات برضو في كثير من العيال، لكن اكثر واحد مصر اللي هو عكوم، فالله يسعد قلبك يا عكوم ولن انسى هذا المعروف يا بعد قلبي. وكاتب لي اثنين: ليش ما في ناس تستخدم كود R2؟ صادق ليش ما تحط كود ليش رأيتوا يا جماعة الخير؟ لا تنسونا الله يعني يوفقكم. تابعك محمود أحمد من مصر، حياك الله يا محمود، شكرا على سؤالك الجميل هذا. هنا عبد الله ليلي: وش معنى شوحة؟ طبعا شوحة يا جماعة الخير شخصية لي بالجراند، عندي شخصية أبو مشواح، شخصية أسكري شوحة، يعني نكبت ما عندي اسم يا عيال يا شات تكفون، وأنا أبد طبعا قالوا شوحة، قلت شوحة راسك صغير وجسمك كبير قارورة موية. ليه يا أبو ريحة؟ ليه يا عديم التحفيز يا أبو قلب أسود؟ ليش انت حلو؟ هذا فانز من فانزاتي، عشان اعلمكم فانزاتي غريبين الاطوار، شوف ايش حاط صوره الارض، طبعا اريته والله يسعد قلبك واحبكم والله العظيم، رغم ان تسوونه فيني اني احبكم، شوف صوره الارض حقتي يا جماعه، شوفوا خلصت الصور تحط لي هذه ليش؟ واللي قبل شوي حط لي وجه احول، جماعه الخير يا الله يا اخي خذ فانز، خذ لي صوره حلوه، صوره حلوه، صوره شماغ فوق كاب، لكن احبك رب الكعبة اني احبكم قسم بالله. كيف دخلت مجال اليوتيوب والستريمينج؟ دخلت مجال اليوتيوب يا جماعه الخير والستريمينج تقريبا انا مالي بالجيمينج ابدا، ما اعرف الجيم وشو جيمينج، ما اعرف، عشان كذا انتم شايفين اني الان مره ما اعرف، ماني محترف في اي لعبه، اني ما دخلت فيها الا متى كورونا انحجرنا بالبيت ونحديت، فحدينا فشباب عكوم الشباب قالوا يلا ابدا يلا بسم الله ابدا الحمد لله. هذا انا منوجي. هل لك غرفه في مقر باور الجديد؟ واذا عندك صورنا غرفه، صار لي شهر ابث بالغرفه الجديده، لكن ان شاء الله باذن الله راح ينزل مقطع الفله كامل ونبدا نصور مقاطع وكذا بقناه باور باذن الله. هل عندك اخو يشتغل في نفس المجال اللي انت تشتغل فيه؟ اي نعم، عندي اخو اسطوره بالمجال هذا اللي هو ثامر داري بكلان اسمر، مره ما شاء الله عليه، افادني كثير افادني ثامر. ثامر من بدايتي هو واقف علي افكار وتزبيد وهذا ما يصلح وهذا يصلح، لانه مره يعرف بالجيمنج من يوم من صغير، تابع يوتيوب كثير ويعرف، يعني بين قوسين افهم مني، بس انه ما يحب يطلع بالسوشيال ميديا وزي كذا. مين اللي مسميك رائد؟ وعلى فكره اسمك عجبني، الله يسعدك شكرا. الوالد مسميني رايد، اسال الله ان يشفيه يا ربي، دعواتكم للوالد، صار له سنتين الان بغيبوبه، واسال الله العظيم ان يقومه لنا سالم غانم يا رب العباد، لا تنسونا من دعواتكم جايلكم بالجنه. مين اكثر شخص تحبه في باور؟ ليه تحبه وقول الصدق. الله يا جماعه الخير باور كلهم احبهم قسما بالله، يعني اخوان وعائله واحده، ونقابل بعض اكثر من اهالينا، والله اني ما اكذب عليك، فكلهم قريبين لقلبي، لكن الاكثر
احمد والله العظيم ما اخفيكم هذا الشيء احمد بالحلوه المره. احمد اكثر واحد اسافر معه، اكثر واحد اشاوره، اكثر واحد اتكي معه، اكثر واحد نفكر مع بعض، ناكل مع بعض، خانق كل شيء كل شيء كل شيء احمد. فاحمد احمد احمد احمد، هل تحب فتاة؟ قل كم عمرها واسمها وهل هي تحبك؟ ما برد وجهك انت سؤالك. لا ما احب فتاة. ليش ما تسوي تيشيرت خاص لك مثل شنق؟ حلو السؤال هذا، تيشيرت باذن الله الايام الجايه رحنا لنا التيشيرت حقي خاص فيني بذا تشترون انتم بكود R2 شباب باذن الله بضبطكم تيشيرت مره قوي وانتم ما راح تقصرون معي باذن الله. والله يا جماعه الخير ان وجهي طبيعي، حتى اللي قابلوني في معرض رش قالوا رايد يا الله يا الله وجهك صغير وجهك صغير، مو طويل وجهي مو طويل، بس انه مشت معانا وجه طويل، يلا وجه طويل. ولا والله العظيم من وجهي طبيعي. يا ابو ريحه ليش ما تبي تشيل كابك؟ كابي يا جماعه الخير بشيله باذن الله بسلسله، هي شيئين عندكم في سلسله بسويها تحدي الكاب، اللي يفوز علي يشيل كابي مقطع عندي هنا. الشيء الثاني اذا دخلت مليون باذن الله مقطع المليون بدون كاب باذن الله، يعني يا انه واحد يفوز علي بالسلسله تحدي الكاب او انه اذا دخلت مليون راح تشوفوني بدون كاب باذن الله. من متى الشيخ نايف يعرفك؟ من متى وانت في مجال الشهره؟ طبعا انا في مجال الشهره من قبل اليوتيوب، لاني كنت بالسناب اول، انا قديم بالسناب يا جماعه الخير، اللي ما تابعني بالسناب يحصل رابط تحت، فانا قديم بالسناب. لكن الشيخ نايف متى عرفته؟ يمكن قبل 7 سنوات او 8 سنوات، نتجمع بصراحه ويجينا هو يقول لنا قصص وننام نسحب عليه. والله العظيم الان من اقرب الناس، من اقرب الناس لقلبي شيخ نايف والله العظيم. لو حياتك عباره عن كتاب وش بتسمي الكتاب؟ بسمي الكتاب، سمي كتاب تصديم الجدران. كيف كان طعم الذبانه؟ اخ اخ يا جماعه الخير بوريكم كليب ممتاز، بوريكم كليب الان. امس في امان الله وانا ابث في دبانه زعجتني واحاول اذبح ما قدرت، زبد وانا ابث دخلت بحلقي وانا ابث تخيل قدام البث دخلت بحلقي لعلي بلعتها. يلا بالعافية علي زبدة، بوريكم الكليب ها شوفوا. ركضنا عليه مؤخرا ذبانة، كنت ذبانة. وش بيكون محتواك في الأيام الجاية؟ بإذن الله أنا الآن قاعد أحاول أنوع بالقناة، بتشوفون ألعاب كثيرة، أشياء كثيرة، تحديات كثيرة، سلاسل كثيرة بإذن الله، بإذن الله. وقفتكم واللايك والاشتراك ها شباب عشان يعني نستمر. وإذا بنت متزوج ولا تتزوج إن شاء الله، الله يكتب لي خير إن شاء الله. الله أني ما أدري لكن نقول إن شاء الله. كم مرة تشرب ماء في اليوم؟ إذا ما شرب اشرب الحين. طبعا كله ليه ما تشيل كاب، ليه ما تشيل كاب، ليه ما تشيل كاب؟ شوف ليش ما تشيل الكاب؟ ابي اشوف راسك، ليه لابس كاب؟ وش جوا راسك؟ ابي افهم ليش لابس كاب بدون، وايش دخلك؟ ليش تلبس كاب؟ امنيتي اعرف. وجهك طويل كأنه فاتوره يا عديم التحفيز يا لو اقابلك ورب الكعبه كذا كذا والكم وجهك واعطيك طا طا لما تطرش. ليش في اللعب سوح؟ نفس ما قلت لكم قبل شوي، انا دخلت بالعالم الجيمنج بكورونا، فمرة ما لي في الألعاب أبداً، مرة أبد أبد يعني قبل مرة ما ألعب، يمكن أيام الأتاري. ممتاز السؤال هذا، حطيت لايك واشتراك؟ ها عزيزي المشاهد حطيت لايك وسلم؟ ما حطيت؟ حط الله يرضى عليك، حط يلا بسرعة، حط يا بوي ايش فيك؟ حط يلا. هذا العظيم نايم لابس الكاب وحارم لما يشوفت راسك، هذا يجيب لي بعاطفية يا الله. أنا حارم يلا بسم الله. إن شاء الله زي ما قلت لكم لا دخلت مليون أو سلسلة تحدي الكاب بإذن الله. ليش ما تنزل مقاطع كثير زي باقي الشباب؟ بإذن الله من اليوم رايح راح أحرق اليوتيوب إحراق. يا ويلكم مني. هل كنت موظف وإيش الوظيفة؟ والله العظيم يا جماعة الخير توظفت قبل يمكن سنوات أو 7 سنوات، توظفت كارفور. كنت كاشير، كنت معرق. يلا جيب بيض بطاطس جبنة حفايض طط 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 ولا أغيب ورقاني، صرت كاستمر سيرفس. تعرفون النداء اللي امسك المايك وقت الصلاه باقي 5 دقائق ونقفل هذا سوبر ماركت، فهمت؟ قالوا كارفور اجانب، في زباين اجانب كثير، نكبه ما اعرف انجليزي، فاعطوني الكلام قلت اسمعوا اعطوني الكلام كلمه كلمه واكتبها. دير دايره كاستمر كالف سين تاء ميم راء، اكتبها شفت الانجليزي اكتبها بالعربي. دير كاستمر هايبر ماركت ويل بي كلوز افتر 20 مينيت اتاكو شوبينج، والله العظيم اني كاتبها بالعربي. الزبده شاف انجليزي هذا قال يلا بس للزمه، لا ما قال للزمه بس اني انا طلعت اي والله، بس كانت ايام حلوه قسم بالله. هذه اسمها ميمي، ليش لابس كاب؟ يلا بسم الله ميمي، يلا شوفوا شوفون يلا تشوفون فانزاتي ما شاء الله، ثالث فانز حط صوره خ...
يا الله ما في فانس يحط لي صورة يحط لي فلتر حلو وأنا مسوي كذا، ما في كلهم يحطون مسوي كذا. صح ليش الناس ما يحطون كودك؟ والله يا جماعة الخير اللي ما حط كودي R82 الله يعني سامحك يا بعد حي. لا تنسى لايك واشتراك زين. صح لايك واشتراك هذا أهم شيء الله يرضى عليك. السؤال هذا كثير يجيني والله العظيم، كم عمرك يا رائد؟ والله العظيم إني بقول لكم الصدق يا جماعة، والله العظيم إن عمري فوق 20، فوالله وت الله إن عمري تحت 30. واكتبوا بالكومنتات كم تتوقعون عمري. نهاية المقطع يا جماعة الخير لا تنسون اللايك والاشتراك وفعل زر التنبيه، وضيفوني بحساباتي ثانية بالإنستغرام وسناب وتويتر وتيك توك والأشياء تصور رابط تحت. لا نقول لكم ماذا أعمل، إلى اللقاء في مقطع آخر في برنامج منكم عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم R82.